بالضبط شاركت في جميع المقابلات اللي تلعبات في لا في الإقصائيات ولا في المقابلات النهائية ديال إثيوبيا 76، بحيث أن آخر مقابلة كنا هنا متاهلنا على حساب غانا، حيث كنا انهزمنا معهم في أقرب جوج وانتصرنا عليهم هنا بعد ما سجلنا عليهم جوج الإصابات، انتصرنا عليهم ضربات ترجيحية. ومن هنا مشينا لاثيوبيا. المشيه ديال اثيوبيا كانت شويه صعيبه، لان ذاك الساعه الجامعه ما كانش عندها ميزانيه لا هي ولا وزاره الشباب والرياضه، وكان صعيب علينا اننا ننتقلوا لاثيوبيا لان الامكانيات ما كانتش. وبالجهد ديال المجهودات ديال الكولونيل مجدوب الله يرحمه، تمكن باش يلقى واحد السبيل. يعني جرينا جوج مقابلات في السعوديه، وكانت خلصت لنا الطياره وخلصت لنا جميع المصاريف ديال ديبلاسمون ديالنا لاثيوبيا. وكنظن ان داك الشكل ديال المسيرين بحال الكولونيل مجدوب، يعني انسان كيعرف كل شيء وكان في المستوى الكبير وليه الفضل الكبير باش خدينا ذاك الكاس الوحيده اللي حد الساعه عند المغرب. وكنظن ان الامكانيات ما كانتش اولا، وثانيا باش لا حتى الظروف ما كانتش كتساعد، لان افريقيا كانت كلها اخطار. يعني ما يمكنلكش تلعب في افريقيا بحال دابا، لان كيكون الملعب ضدك، التحكيم ضدك، الجمهور، كل شيء ما كاين لا امن لا والو. اما الان الحمد لله راه كل شيء في المستوى. حنا يعني قاسينا بزاف، وخاصه في ذاك المشي ديال اثيوبيا، لان كان مشينا في اثيوبيا في واحد الوقت اللي كانت عندهم الحرب، كنا حنا كاننا شي ضيف ثقيل على اثيوبيا، كنا كضيف ثقيل على اثيوبيا، لان فين ما كنا درنا ما كناش كيبغيونا. وداك الشيء لان خدينا ذاك الكاس رغم انفهم كما كيقولوا، وخاصه ان ذاك المقابله الثلاثه الاولى اللي جرينا في دير دوا في معقل اريتريين اللي كانوا كيتحاربوا انذاك مع الاثيوبيين. وكنا زعما كعينينا، لان ما كانش كان منع التجول، وكنا في واحد لوطيل يعني لا يليق حتى ما يلقش الشاب، ما عنده حتى نجمة حتى حاجة. كنا كندربوا يعني كيمشيو معنا جوج طنوكا، وكندربوا في معامل السيما، وكنخرجوا كنوليو للوطيل ديالنا، ما كاين لا خروج لا دخول لا يعني عينينا. ما حتى الحوايج ديالنا ما كانوش كيتصبنوا، لان حتى الماء ما كاينش. القضية ديال الطيارة هذه قضية غريبة، لان من بعد ما جرينا ثلاثة المقابلات الأولى تعادلنا مع السودان بجوج، انتصرنا على الجزائر اللي كانت هي اللي واخده كاس افريقيا بواحد الزيرو، وانتصرنا على نيجيريا ب3-1. وكان خاصنا حنا ونيجيريا ندوزو، وكان داك خاصنا نديبلاصاو لاديس ابيبا باش نلعبوا المقابلات النهائيه، لان البطوله كانت سو فورم دو بطوله ماشي ديال اقصائيات. دونك ركبنا باش نمشيو لاديس ابيبا، فاذا بالطياره كتشعل العافيه في الجناح ديالها بعد ما اقلعت، وبقينا غاديين واحد شويه ونزلت في الحرس، وداروا داك الطوبوغون بداو كيلوحوا في عباد الله. يعني عشنا واحد الرعب شويه واعر بزاف، ونزلنا عاد في المرجع رجعنا للمطار على رجلينا، وبتنا ذاك الليله تماك. من بعد ما صلحوا الطياره قال لك ما عندكم ما ديروها، كاين غير هاد الطياره هي اللي كاينه طلعوا فيها، لان حتى واحد ما كان باغي يزيد كاع ذاك يزيد يلعب تماك، لان عشنا واحد الخوف غريب كاع. المجموعه كانت في المستوى، لان كان اللي مترأس الوفد هو الكولونيل بن المجدوب، يعني كيعرف الشغل ديالو. وزياده على هذا الشيء ان اللعابه كانوا كلهم بحال حتى واحد ما كاينش لا فيديت، وما كاينش انهم كان كلهم كان عندهم غرض واحد هو يعني يتقاتلوا على الدرابو المغربي ويجيبوا النتائج الحسنه اللي غترضي الجمهور المغربي. لان وكان زياده على هادشي ان كانت فرقه، يعني فرقه فيها لعابه كبار بدون دير الاسماء، راه كتعرفوهم كلكم انهم كلهم كانوا في المستوى، وكانوا كيمثلوا الفرق ديالهم احسن تمثيل.
وكنظن ان ما جاتش صدفه داك الكاس لان جات عن جدار واستحقاق. المنحه اللي كانت ما كانوش قالوا لنا شحال غادي يعطيو، غير اللي كانت قال انه في حاله الانتصار زياده على المنحه كانوا غيعطيو سياره لكل واحد. وكنظن ان لحد الساعه مازال ما خديناش هذه السياره. والمنحه اللي كانت في المقابلات لا سته اللي لعبنا في ايثيوبيا ولا واحد الخمسه ولا سته المقابلات حبيه هي 10,000 درهم. وحنا دائما ما كنهضروش دابا على المنحه ولا شي حاجه، لان كلشي كان فرحان لانه فرح الشعب المغربي، وهذا هو المهمه اللي كانت عندنا ووصلنا لها والحمد لله. هما داكشي اللي غيعطيو ولا غيخليو ما كان عندنا به غرض. اش غادي نقول لك، ما كاينش شي مقارنه بزاف، لان ما يمكنناش نقارنوا جوج حوايج اللي ما كيتقارنوش. الظروف ديال اللعب ديال داك الساعه ماشي هي الحاليه، لا امكانيات، ولكن كنظن انكو كانت هذه الامكانيات هذه كو كان وجدها المغرب من السبعينات لدابا كون راه خدا لاكوب دي موند المغرب، ماشي غير لاكوب دافريك، ياخذ لاكوب دي موند، لان كنظن انه من السبعينيات والمغرب عنده لعابه كبار يعني، وما كانش الظروف ديال المغرب كتسمح لهم باش يزدهروا باش يكونوا يعطيو النتائج احسن. وكنظن ان الفرقه ديال 76 كون كانت لقات هاد الظروف هذه اللي كتلعب فيها الفريق الوطني الحالي، كنظن ان كيمكن لها تمشي تقريبا بحال هذا الشيء اللي كديروا دابا الفريق الوطني، واللي شرفات ماشي غير المغاربه، شرفات العرب اون جينيرال والافارقه بوصولهم لنصف نهايه الكأس العالم. وكنظن من هذا المنبر هذا كنتمنى له ان شاء الله باش يتوجوا في جونفي ان شاء الله بالكأس الثانية، ويفرحوا هذا الشعب اللي حقيقة كيحمق على الكرة وكيبغيها، وغادي يكون هذا انجاز تاريخي لهذا الفريق هذا اللي حقيقة في المستوى وعنده لعابة كبار وعندهم يعني عنده جامعة مقابلها مزيان. وكنتمنى له من هذا المنبر دائما ان شاء الله الفوز والتوفيق.